مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن على الهواء مباشرة لمتابعة القمة العالمية للحكومات التي تبدأ فعالياتها اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي. راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس وزراء، حاكم دبي حفظه الله. القمة العالمية للحكومات هذا العام تجمع أكثر من 20 رئيس دولة وأكثر من 250 وزيراً ومسؤولين ورؤساء منظمات دولية ورؤساء شركات عالمية من أكثر من 150 دولة. كما تشمل القمة هذا العام أكثر من 22 منتدى عالمي يجمع المتخصصين في العديد من القطاعات. الحضور الكريم، هذه الدورة من القمة العالمية للحكومات تأتي بعد 10 سنوات من تأسيسها، يوم انطلاق الدورة الأولى من القمة العالمية للحكومات في عام 2013 كنا نشهد أحداثاً مفصلية على مستوى العالم والمنطقة من أزمات وحروب ومجاعات ولاجئين وإرهاب، نجم عنها تداعيات اجتماعية واقتصادية وتنموية سببها الرئيسي إخفاق بعض الحكومات في إدارة مواردها. فأزمة الحكومات هي ليست أزمة موارد، إنما هي أزمة إدارة كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. ولذلك تأتي القمة العالمية للحكومات كمنصة لمناقشة الفرص والتحديات واستشراف حكومات المستقبل. الحضور الكريم، منذ بداية رحلة القمة حتى اليوم تغير واقعنا، وتغيرت كذلك توقعاتنا، وتغير فهمنا للمستقبل. شهدنا أحداثاً ربما لم يكن ليتوقعها العالم، غيرت المشهد العالمي في مختلف المجالات، وشهدنا تطورات متسارعة بل أسرع مما كنا نتخيل. شهدنا معدلات تاريخية في ارتفاع درجات الحرارة، وكوارث طبيعية كلفت البشرية خسائر بقيمة 3 تريليون دولار. شهدنا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتصاعد الحركات الشعبوية، وانتقلنا من العولمة إلى عالم متعدد الأقطاب. شهدنا تفشي جائحة كورونا التي كبتت العالم ملايين الأرواح وخسائر اقتصادية تفوق 12 تريليون دولار. ومع الأسف نشهد اليوم حرب روسية أوكرانية قد تكلف العالم خسائر تقدر بحوالي 2.8 تريليون دولار، وما زال التخوف من حرب نووية في تزايد. نشهد اليوم أيضاً أعلى معدلات التضخم منذ عقود، وعلى أسعار للغذاء لم نشهدها منذ 60 عاماً. في 10 سنوات الماضية تزايدت التطورات، فقد شهدنا أكبر هجرة للشعوب، هجرة 4 مليارات شخص من العالم الواقعي إلى عالم رقمي وافتراضي، حيث يتواجد أكثر من نصف سكان العالم على منصات التواصل الاجتماعي. أما بالنسبة للبيانات فقد زاد إنتاجها 5000% مقارنة بالعقد السابق، وهي تلعب دوراً مهماً في تشكيل السياسة وكذلك الاقتصاد، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الحكومات. لو أردنا طباعة محتوى الإنترنت منذ بداية عهده لاحتجنا إلى أكثر من 300 مليار صفحة مقابل 70 مليار صفحة لكافة الكتب المسجلة منذ بداية التاريخ. فكما قلنا ونقول دائماً، من يملك البيانات يملك المستقبل. وعلى الصعيد العلمي نجحنا في تخفيض مدة تحديد تسلسل الحمض النووي من 13 سنة إلى أقل من ساعة، وتقليل التكلفة من 100 مليون دولار إلى أقل من 600 دولار. أتوقع بأننا خلال الفترة القادمة سنشهد ثورة بيولوجية قادمة تتفوق على الثورة التكنولوجية. السيدات والسادة،
لنستمع إلى هذه السيمفونية. هذه المقطوعة السيمفونية هي السيمفونية العاشرة التي لم يكملها بيتهوفن، بل أكملها الذكاء الاصطناعي من خلال تحليل عبقريته واستنساخها بعد ما يقارب 200 عام من وفاته. السيدات والسادة، الذكاء الاصطناعي وظهور تطبيقات جديدة مثل شات جي بي تي وغيرها ستعطي كل منا مهارات لم نكن نتوقع يوما أن نمتلكها، وستؤثر على قطاعات كثيرة. إذا نظرنا فقط إلى قطاع واحد، قطاع الإعلام على سبيل المثال، هناك جمعيات دولية تستخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة حوالي 30,000 قصة أخبارية شهرياً، ومتوقع خلال السنوات القادمة أن أكثر من 90% من الأخبار وأعمدة الرأي والمقالات والتحليلات سيتم إنتاجها بالذكاء الاصطناعي وليس عن طريق صحفيين وكتاب. هذا فقط في قطاع الإعلام، فماذا عن القطاعات الأخرى مثل الخدمات الاستشارية والأبحاث والترجمة وكتابة القصص والروايات والمحاماة والطب والتعليم الذكاء الاصطناعي إلا وما الذكاء الاصطناعي إلا بداية للعقل الجمعي؟ الكل منا قد تصبح لديه القدرة على أن يكون كاتباً، باحثاً، فناناً، محامياً، طبيباً، وأحياناً شاعراً. نحن نعيش في الثانية الأولى من الدقيقة الأولى من الساعة الأولى من اليوم الأول من السنة الأولى من التطور التكنولوجي، حيث تنتظرنا الكثير من التحولات خلال الأعوام القادمة. فما هي أهم التحولات التي ستغير مستقبل العالم خلال السنوات القادمة؟ التحول الأول هو التغير المناخي. إذا كانت هناك أزمة لاجئين نعيشها اليوم سببها سياسي، فإن أزمة اللاجئين في المستقبل سيكون سببها المناخ. والمتوقع ومن المتوقع أن يكون هناك أكثر من مليار لاجئ بحلول عام 2050. سيتكبد العالم 23 تريليون دولار نتيجة التغير المناخي، وسيمتد أثر ملف المناخ في كافة نواحي الحياة، حيث ستحدد معايير الاستدامة التعاون مع الحكومات والصفقات مع الشركات وجاذبية أيضاً المجتمعات. ولأهمية ملف المناخ لدولة الإمارات العربية المتحدة تم إعلان هذا العام عام الاستدامة، كما ستقوم الدولة باستضافة كوب 28 لتلعب دوراً أكبر في التصدي لهذه القضية العالمية. التحول الثاني، ما هي الخريطة الاقتصادية الجديدة؟ سيشهد العالم تحول مركز الثقل العالمي. فعلى سبيل المثال، دول مجموعة E7 أي الاقتصادات الناشئة كالبرازيل والهند والصين سيصبح اقتصادها ضعف حجم مجموعة الدول السبع G7 بحلول 2050. نحن نتجه نحو خارطة اقتصادية جديدة، ستكون لدينا تكتلات بثقل اقتصادي ونفوذ عالمي تقسم العالم إلى أنظمة مالية واقتصادية مختلفة، ستجبر الحكومات على خيارات اقتصادية
وتكنولوجية وجيوسياسية حاسمة. التحول الثالث النمو السكاني. إذا أردنا استشراف مستقبل المدن فلننظر إلى أطفال اليوم. في 15 نوفمبر 2022 تخطى العالم عتبة 8 مليارات نسمة، واليوم من كل 1000 مولود في العالم نجد أن أغلبهم في آسيا وأفريقيا، ما يعني أن تركز المدن الكبرى الجديدة ستكون في الدول النامية في آسيا وأفريقيا بنسبة 86%، وهو تحد صعب لهذه الدول ومصدر قوة للحكومات إن أحسنت استغلال مواردها البشرية. التحول الرابع سنشهد تغيرا جذريا في مفهوم الأمية والمهارات. فالأمي سيكون الشخص الذي لا يستطيع العيش والتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي. في العقد القادم عشرات الملايين من الوظائف ستكون شاغرة لغياب المهارات المناسبة لدى الأفراد. إن مسألة البطالة بالنسبة للحكومات لن تكون متمثلة في تحدي خلق الوظائف فقط، إنما في توفير الكفاءات المناسبة والمهارات التقنية التي تؤهل الأفراد لوظائف المستقبل أيضاً. هذا التحول الجذري في مفهوم الأمية والكفاءات يتطلب ثورة في نظام التعليم على مستوى العالم، تعيد تصميم مفهوم التعليم والمهارات. التحول الخامس الذكاء الاصطناعي سيحدد موقع الحكومات ومستقبلها. أما حكومات السباقية تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي، أو حكومات متخلفة كما لو كانت في العصر الحجري. المعدل العالمي لجاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي يقل عن 50%، فكم حكومة لديها أجندة خاصة بهذا الملف، وكم من الحكومات عملت فعلا على تنفيذها؟ تبني الحكومات لهذه التقنيات أصبح حتميا لا اختياريا. فقد خسرت الكثير من الحكومات معركة الثقة لصالح الشركات بسبب تأخرها في تبني التقنيات المناسبة. السيدات والسادة، الصراع العالمي القادم لن يكون صراع جيوسياسي فقط. الصراع القادم بين الدول الكبرى سيكون صراع تكنوسياسي، تقني سياسي، سيكون على الذكاء الاصطناعي. لن تقاس قوة الدول بثقلها السياسي والعسكري والاقتصادي فحسب، بل بمدى أسبقيتها في تبني الذكاء الاصطناعي، حيث أن هذه التكنولوجيا هي التي ستعطيها أفضلية اقتصادية وعسكرية وعلمية. الحضور الكريم، ختاما كنت أقول سابقا بأننا في الثانية الأولى من الساعة الأولى من اليوم الأول من السنة الأولى عندما نتحدث عن التطور التكنولوجي. اليوم أستطيع أن أقول بأننا انتقلنا إلى الثانية الثانية من الدقيقة الأولى من الساعة الأولى من اليوم الأول من التطور التكنولوجي، مع الاستخدام الكبير للذكاء الاصطناعي. ختاما لكم مني جزيل الشكر، ويسرني الآن أن أقدم صديقي البروفيسور كلاوس شواب ليشاركنا رؤيته عن حالة العالم، فليتفضل مشكورا. إذن من جديد عدنا لكم مشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام، تابعنا مع حضراتكم انطلاق فعاليات القمة العالمية للمناخ في نسختها العاشرة، والتي القمة العالمية للحكومات في نسختها العاشرة، والتي تستمر في الفترة من 13 إلى 15
من فبراير 2023. هذه القمة تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي. تعقد القمة تحت شعار استشراف حكومات المستقبل، وتعد أكبر تجمع حكومي من نوعه عالميا بمشاركة ممثلي 150 دولة. نعود مرة أخرى إلى القمة العالمية للحكومات والتي تعقد في دبي. To come together to reflect about the future, to see the new developments which you ministers described so well, is absolutely essential. There are some people who claim we are now in a deglobalizing world. عالم يبتعد عن العولمة، ولكن في الحقيقة أنا أقول نحن علينا إعادة عولمة هذا العالم. علينا أن نضمن بأننا نتعاون، وبفضل هذا التعاون كما ذكر نحن اليوم علينا أن نتصدى للمواضيع التي أصبحت جد أساسية للإنسانية. مستقبل مشترك هو أساسي وهو في خطر. عندما انتهينا من اجتماعنا السنوي الذي عقد قبل 3 أسابيع في دافوس، جرت نقاشات عن ما يسميه البعض قدرات البشرية للتأقلم مع التغيرات المتعددة في نفس الوقت. لدينا مصطلح جديد، تعدد الأزمات، ولكن في الحقيقة نحن لسنا في عالم متعدد الأزمات. نحن في عالم حيث أننا في آن واحد في نفس الوقت نحن نعيش في تحولات نظامية هيكلية أساسية. هناك فارق بين الأزمة والتحولات. إذا ما كنتم في حالة أزمة فأنتم تريدون أن تعودوا إلى الوضع الطبيعي، تصححوا الوضع، ولكن في حالة التحول أنتم عليكم أن تديروا التغيير لكي تتمكنوا في نهاية هذا التحول من أن تصلوا إلى وضع أفضل مقارنة بالحالة من قبل. العالم حاليا كما سبق وأشرت يواجه عدد كبير من عمليات التحول، التحولات الهيكلية والنظامية. أردت فقط أن أذكر 3 منها. التحول الأول هو التحول الاقتصادي دون أدنى شك. فالمحركين الأساسيين للاقتصاد هما التحول في الطاقة. تخيلوا أنه في عام 2050 العالم سيكون عليه أن يزيد من إجمالي الناتج المحلي الحالي بضعفين، حتى وإن سجلنا نموا سنويا 3%، لأن عدد السكان سيصل إلى 10 مليار، وسيحتاج العالم للطاقة. وفي نفس الوقت نحن علينا أن نتمكن من تحقيق أهداف المناخية لاتفاقية باريس لخفض الانبعاثات الكربونية والوصول إلى الحياد الكربوني وانبعاثات صفرية كما تسمى. But it's not just this transformation, this energy transformation. هذا التحول، التحول في الطاقة ليس التحول الوحيد الذي سوف يكلفنا 3 تريليون سنويا. هذا ليس العامل الوحيد الذي سوف يدفع قدما بهذا التحول اقتصادي. لا ينبغي أن نقلل من أهمية إعادة تشكيل سلاسل الإمدادات العالمية. هذا يحصل حاليا. أما الآن نأتي للحديث عن التحول السياسي.
معالي الوزير كان قد ذكر بأننا ننتقل من عالم أحادي القطبية إلى عالم متعدد الأقطاب، حيث لدينا ليس قوى عظمى واحدة بل لدينا أكثر من قوة، ولم يعد لدينا قوة واحدة تتنافس وتفرض نفسها. اليوم لدينا قوة جديدة مثل الهند، قوة ناشئة، قوة أيضا متوسطة، إضافة إلى الدول الصاعدة، دون أن ننسى الشركات التي أصبح لديها قوة عالمية وهي شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي. إذا نحن نعيش في هذا العالم المتشرذم، ونأمل ألا يكون متشددا ومتشرذما بشكل كبير. علينا أن نتأكد بأن سيادة القانون لا تزعزع وتبقى سائدة، ونحافظ على سيادة القانون لأن إطار العمل الأساسي للتعاون الدولي يبقى محط أولوية. دكتور أنغوزي موجود معنا هنا وهو يعمل في مجال التجارة ويحاول قدر الإمكان أن يحافظ على قواعد عالمية ونظام عالمي للتجارة. التحول الثالث الذي علينا مواجهته كما سبق وذكر معالي الوزير أيضا، في عام 2015 كنت قد ألفت كتابا عن الثورة الصناعية الرابعة، وفي الكتاب ذكرت حوالي 23 إلى 24 تقنية ستغير من العالم مثل العملات المشفرة وغيرها من التقنيات الجديدة. اعتبر الكتاب أنه من الخيال العلمي، ولكن كل التكنولوجيات اليوم باتت واقعا وحقيقة، تكنولوجيات جديدة. يمكنني القول بأننا اليوم في الثانية لكل ما أردتم أن تسمونه. نحن ننظر إلى التحولات التكنولوجية الكبيرة التي عادة تحصل على شكل S، حرف الأس هذا المنحنى، واليوم نحن انطلقنا في مرحلة النمو، التوسع والانتشار. نعم، أتفق مع معاليك، الذكاء الاصطناعي، وليس فقط الذكاء الاصطناعي بل أيضا عالم الميتا وتقنيات الفضاء والكثير والكثير من التقنيات الجديدة، تقنيات البيولوجية. حياتنا بعد 10 سنوات من اليوم ستكون مختلفة تماما ومتأثرة بشكل كبير بهذه التكنولوجيات، وكل من يتقن التكنولوجيات بطريقة أو بأخرى سوف يتحكمون بهذا العالم. ماذا يعني هذا بالنسبة للحكومات وللمسؤولين في الحكومات المختلفة؟ 4 أمور. أولا، بما أننا في أفكارنا كيف نريد أن نخرج من عملية التحول هذه وانتهاز الفرص، لأننا عبر الجهود المشتركة بإمكاننا جعل هذا العالم مكانا أفضل من خلال استغلال تلك القدرات التي بين أيدينا. لذلك الطموح مهم جدا، الإيمان بقوة التغيرات، التحولات التغييرية، تغيرات تحولية عفوا. وثانيا النصيحة، أن تكون لدينا السرعة، لا يمكن أن نواكب التكنولوجيا الجديدة، بل يجب أن نكون في الطليعة، وإلا سنكون ضمن الطرف الخاسر. حتى قدرة التأقلم هي العامل الآخر، وقدرة التأقلم تتطلب التطوير المستمر. والعامل الأخير الذي أود أن أذكره هو المرونة، القدرة على العودة، لأنه
أي القدرة على الارتداد، وذلك لأنه دون أدنى شك سوف يكون لدينا ما نسميها بالبجعة السوداء، أي المفاجآت غير المتوقعة التي سوف نواجهها في مسارنا هذا. معالي الوزير، الحضور الكريم، أتمنى لكم اجتماعات ناجحة. نقطة أخيرة، الأهم والعامل الأهم لكي نتمكن من أن نبني مستقبل أفضل هو القيادة. أنا شخصيا لدي تعريفي الخاص للقيادة. القيادة تتضمن 5 أبعاد: أولا النفسية، العقل، القلب، العضلات، وأيضا الأعصاب القوية. دعوني أفسر لكم. الروح هي تجسد الطموح والأمل، الدماغ للتفكير والاحتراف ولتحديث القدرات بشكل مستمر، القلب للقدرة على التحلي بالشغف، علينا أن نكون شغوفين بما نقوم به وإلا سنفشل، العضلات للقدرة على ترجمة رؤيتنا إلى أفعال إلى تأثير، والأعصاب القوية لكي نتمكن من أن نتحلى بالقدرة على الصمود للتصدي للأوقات العصيبة. لذا أتمنى لكم أن تتحلوا بالروح والقلب والعقل والدماغ والعضلات والأعصاب القوية، وشكرا لكم. حضرت البروفيسور قبل بضعة أسابيع في دافوس، التقيت برؤساء وقادة العالم إن كان من القطاعين العام أو الخاص. ما انطباعاتك عن الاجتماعات التي حصلت هذا العام؟ لقد لاحظت اهتماما كبيرا من قبل كل المشاركين في المجالات المختلفة التي كنا قد تطرقنا إليها ونظمنا الاجتماعات المتعددة لها. وإذا ما نظرنا إلى المستقبل، نحن بحاجة إلى التعاون فيما بين الأطراف المتعددة في المجتمع. الحكومة تقدم القوة، وقوة التنظيم، المجتمع، الشركات، القطاع الخاص يؤمن القدرة على التقدم، الأكاديمية تقدم لنا الأدوات، والمجتمع يقدم لنا الموارد، وأيضا الإعلام الذي يقدم لنا بعدا أساسيا في هذا الحوار. نحن بحاجة إلى كل أصحاب المصالح أن يعملوا سويا على استشراف هذا المستقبل. أنت كنت قد ألفت كتابا بعنوان الثورة الصناعية الرابعة، ماذا بعد هذه الثورة؟ بعد الثورة الصناعية الرابعة ماذا سيحصل؟ ما الذي تفكر به؟ إن الثورة الصناعية الرابعة ستكون عالقة في ذهننا لعدة سنوات وسنفكر فيها للسنوات القادمة، ولكن قلقي الأكبر هو هذه التكنولوجيات الجديدة. إذا لم نعمل على المستوى العالمي بالتعاون مع بعضنا البعض، وإذا لم نقوم بوضع وتشكيل السياسات اللازمة، فنحن لن نتمكن من أن نتحكم بتلك التكنولوجيات ونجيد استخدامها، لأن الذكاء الاصطناعي لديه بعدين. من السهل على سبيل المثال أن نفهم كيف يعمل الحاسوب. إذا ما عدنا إلى الثورة الصناعية الأولى، كيف كانت محركات البخارية تعمل؟ ولكن في الحقيقة الحاسوبية الكمية كيف تعمل؟ إضافة إلى الذكاء الاصطناعي على وجه الأخص إذا كان يعلم ذلك
ذاته ويكرر مهامه. أحد مخاوفي هي كيف سوف نضع السياسات اللازمة لكي نضمن بأن هذه التكنولوجيات لن تضر بالإنسانية بل ستكون في مصلحة الإنسانية. ومحط قلق آخر بالنسبة لي، وهنا القمة العالمية للحكومة لديها دورا كبيرا في النظر فيه، هذا التغير السريع الحاصل في عالمنا، وحتى السرعة في التغيير تزداد أكثر وأكثر. كيف بإمكاننا أن نضمن بأن كل مواطن، كل فرد لا يشعر فعلا بعبء كبير وإحباط جراء هذا التغير، لأنه لا يفهم ما يحصل من حوله؟ وإذا ليس بإمكاننا أن نفهم ما يحصل سنخاف، وردة الفعل ستكون سلبية، والتداعيات في العديد من الدول، التداعيات الأولية نرى كيف أنها تغيرت وأثرت على الرأي العام وقطبية الرأي العام. لا ينبغي أن نشعر بأننا ليس بإمكاننا أن نتحكم بمصيرنا. لذا هنا يأتي الدور الأساسي للحكومات لتفسر ولتتحلى بالطموحات والرؤية، لكي تبين أن هذه التكنولوجيات بإمكانها أن تكون لمصلحة البشرية وليست بسلبية. في الختام، شكرا لك بروفيسور كلاوس شواب على تواجدك معنا هنا اليوم في هذه القمة، وبالنيابة عن الحضور وكل المشاركين في هذه القمة، شكرا على دعمك لنا في السنوات العشر الأخيرة. شكرا لكم. في المستقبل، وسيكون علينا معالي مختار جوب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وهذه الجلسة سوف تديرها باكي أندرسون. صباح الخير لكم جميعا أصحاب المعالي، سيداتي وسادتي، الحضور الكريم. يسرني أن أعود مرة جديدة إلى القمة العالمية للحكومات صباح هذا اليوم، ويسرني أنني سوف أدير هذا النقاش حول دور التمويل المناخي في بناء مستقبل مستدام، وهو الموضوع الأكثر إلحاحا في منطقتنا وفي العالم. الأزمة المناخية، وكيف يمكننا تعبئة رأس المال الخاص والسياسات العامة لكي نتمكن من أن نحول اقتصاد العالم وأن نكون على مسار لكي نصل إلى الحياد الكربوني بحلول 2050. لكي نصل إلى تحقيق هذا الهدف، أي حيادية الكربونية بحلول 2050، 9 تريليون دولار من الاستثمارات هو ما نحتاج إليه لتحقيق هذا الهدف على أساس سنوي، هذا تقدير واحد. إذا ما كنا أكثر تحفظا قد نكون 6 إلى 7 تريليون، ولكن هذا مبلغ كبير جدا، و60% من هذه الاحتياجات الاستثمارية هي في الأسواق الناشئة، وهذه الأسواق بكل صراحة هي مليئة بالرأس المال المطلوب. ماذا سنفعل؟ يسرني أن أكون معنا معالي مختار جوب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية. يسرنا أن تكون معنا معالي مختار. هذا الموضوع هنا موضوع مهم جدا، COP28 ستقام في دولة الإمارات هنا، وقد سمعنا الكلمة الافتتاحية للقمة ومدى أهمية التغير المناخي وأزمة التغير المناخي، ولما هذا العام نحن سوف نركز على محاولة فعلا دخول بعملية التغيير هذه. فلنبدأ أولا بالوقائع. إن كنا نتحدث عن 9 تريليون، 6 أو 7 تريليون هذا مبلغ كبير جدا، ولكن الأموال موجودة، الشركات الخاصة، الصناديق الخاصة الاستثمارية لديها الأصول المدارة أو المملوكة التي تسمح لهم بتوفير مئات المليارات هذه. أين فجوة التمويل وماذا سنفعل؟
شكرا. كما ذكر معاليه، العالم لا يعاني من مشكلة نقص في الموارد بل مشكلة إدارة الموارد. لابد أن نقوم بإدارة الموارد بالطريقة المناسبة، وحتى إدارة السيولة التي يمكن أن نستثمرها في الاستثمار المباشر. نحن اليوم نقدر أنه لدينا تريليون دولار سنويا لكل دولة كي تدخل في هذا التحول في الطاقة، ولكن ما الذي ينقصنا؟ ينقصنا هو قدرة القطاع الخاص ليقوم بتقييم المخاطر بالطريقة الصحيحة. كما تعرفون بأن هناك الكثير من العوامل المؤثرة اليوم، لدينا الزلازل ولدينا الحروب وفعلا الأحداث التي تؤثر على الاستثمارات وتؤثر على أخذنا للقرار المناسب. علينا أن نخفف من هذه المخاطر، وهذا ما نحاول أن نقوم به. نحن نحاول أن نعتمد آلية تسمح لنا بأن نضع منصة تتضمن إجراءات مبسطة لكي نتمكن من أن نوفر الأموال التي تسمح لنا بالقيام بهذا الاستثمار وتوفير الضمانات. القطاع الخاص يحتاج إلى ضمانات لكي يستثمر. فلنكون واضحين، هل أنتم تؤمنون بأن القطاع الخاص لديه هذه الشهية وسوف ينتهز القيمة التجارية كما وصفهم أحدهم الفرصة التجارية الأكبر؟ هل فعلا هم يفهمون ما هو مطلوب وهل سيستثمرون في هذا؟ نعم، مثلا نحن اليوم لدينا صندوق أبو ظبي، منصة فيها 1.5 مليار نستثمر فيها بشكل مشترك معهم للعمل في الأسواق الناشئة لخوض هذا التحول في الطاقة. ولكن ما هو مهم هنا بأننا نحن لا نكرر الأمور ونقوم بما قمنا به في الماضي، كلا. اليوم عندما نتحدث عن الهيدروجين الأخضر الذي هو مصدر جديد للطاقة، هو موجود في الدول النامية بشكل كبير لأنه لدينا وفرة في الشمس، وبالتالي نحن اليوم لدينا عالم من حيث أنه لدينا الدول التي لديها وفرة في الطاقة، بإمكانها أن تصدر الطاقة وأن تسهم في تقديم الحلول. لذلك نحن اليوم علينا أن نتمكن أن نطابق بين ما هو متوفر وما هو ناقص لكي نتمكن من أخذ الفرص واستثمارها. نعم، نحن سوف يكون لدينا عدد من المشاريع التي سوف نقدمها لأسواق رأس المال. ماذا تعني بأن تحافظ عليها؟ نحافظ عليها أنه لدينا الأصول، أصول حيوية. هذه الأصول سوف يتم تحويلها بطريقة خضراء، وسوف نقوم بإصدارها في وتقديمها لأسواق رأس المال بطريقة نخفف فيها من المخاطر الاستثمارية، ونسمح للمستثمرين بأن يأتوا بهذه الأصول التي تسمح بهذا التحول. نساعدهم مثلا على التحول من استخدام تعدين واستخدام الفحم إلى استخدام مصادر طاقة متجددة. نحن لدينا فقط 15 دقيقة، وقت غير كاف، اسمح لي أن أسرع بالحديث. نحن نعرف بأنه لدينا أكبر مؤسسة تنموية دولية تركز على الأسواق وعلى الشركات الخاصة في الأسواق الناشئة. أنتم كنتم قد وصلتم إلى تمويل وصل إلى أكثر من تريليونين. أنتم تقومون بتعبئة المال العام وأيضا تمويل من الصناديق لتحقيق هذه الاستثمارات. أنتم كنتم قد عبأتم تمويلا وصل إلى 32 مليار لتلبية الاحتياجات التمويل. ما الذي ينبغي أن يحصل؟ أنتم كمؤسسة مثل مؤسستكم، ما الذي عليكم أن تفعلوه؟ نحن هنا لا نتحدث فقط عن البنك الدولي، بل نتحدث عن القطاع الخاص. كيف ينبغي إعادة تنظيم الإجراءات؟ السؤال هنا، هل هو الاستثمار خال من المخاطر وبإمكاننا أن نقوم به؟ نحن بالطبع في مجموعة البنك الدولي كنا وضعنا الكثير من البرامج والمشاريع لمساعدة الدول على التحول في الطاقة والتصدي لتغيرات أو لتداعيات التغير المناخي. جزء من هذه الموارد المتوفرة لمجموعة البنك الدولي هي ليست أموال ممنوحة، بل يتم
الحصول عليها من قبل الاستثمارات التي نقوم بها. اليوم نحن بحاجة إلى أن نستثمر في دول يكون فيها مخاطر أقل من غيرها، ونحن نعتبر أنه من المهم جدا أن نقوم بالتالي. لكل دولار يمنح ونحصل عليه بإمكاننا أن نقوم بتعبئة رأس مال بعشرة دولار لكي نستثمر واحد مقابل عشرة. فإذا ما تمكننا من أن نحصل على المزيد من الاستثمار والأموال الممنوحة بإمكاننا أن نضاعف الاستثمارات بشكل كبير جدا، وفي نفس الوقت نحن بإمكاننا أن نزيد من هذا بشكل كبير جدا. هذا ما تطلبه العديد من الدول النامية وأسواقها الناشئة، أي أن تقدم هذه المساعدات دون شروط تعجيزية. اليوم العالم يعيش في حالة حيث أن نسبة المديونية مرتفعة جدا في العديد من الدول، والدول بحاجة إلى تمويل. نحن كنا قد استمعنا إلى كلمتين أساسيتين في الجلسة الافتتاحية، وتم ذكر موضوع الذكاء الاصطناعي، وبالطبع نحن هنا نشيد بدولة الإمارات العربية المتحدة التي كان لديها أول وزارة للذكاء الاصطناعي عالميا. نحن بإمكاننا أن نستخدم الذكاء الاصطناعي لكي نبرم مثلا العقود ولكي نبرم الشركات بين القطاعين العام والخاص. فإذا ما أخذنا كل ما يحصل اليوم من تطورات على المستوى التكنولوجي وأخذنا كل هذه التكنولوجيات بإمكاننا نفهم أكثر المخاطر أن نقوم بتخفيفها بطريقة أسرع، وذلك جراء تحليلها. أعتقد أنه هذا ما علينا أن نقوم به، أن نستفيد من التكنولوجيا. ليس علينا أن ننظر إلى الأمور بمعزل عن بعضها البعض، بل علينا أن ننظر إلى كيفية الاستفادة من ما يحصل. مثلا إذا ما نظرنا إلى الدول النامية، هذه الدول لديها فرصة لكي نسرع فيها عملية استخدام الطاقة الجديدة. نتحدث عن نمو عدد السكان مثلا، لنتحدث عن هذا. هل تعرفون أن أول امرأة سوداء استخدمت الذكاء الاصطناعي بروفيسورة من السنغال؟ إذن هي بروفيسورة الذكاء الصناعي في برينستون. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني إذا ما استثمرنا برأس المال البشري في هذه الدول وهذه المناطق الريفية، بإمكاننا أن نغير العالم. بإمكاننا أن نجعل من السكان يحققون الأرباح والثروات وليسوا فقط بحاجة إلى المساعدة. علينا أن ننظر إلى الجوانب المتعددة للتحديات التي نواجهها اليوم. إلى أي مدى أنتم متفائلون بأن فجوة التمويل هذه سوف يتم سدها؟ أنا متفائل أن الدول المصدرة للنفط مهتمة جدا بالطاقة المتجددة، وهذه الدول هي من أكبر المستثمرين في الطاقة المتجددة. فبالتالي هناك تقارب في الرؤى اليوم حول ما هي التحديات. واليوم مرة جديدة العالم غير منقسم بين مع وضد. كلا، نحن نتقارب في الرؤية والموارد المتوفرة لنزيد من السيولة في الدول. مثلا دولة مثل الإمارات وعاصمتها أبوظبي لديها الموارد التي تقوم باستثمارها لمساعدة الدول النامية. أنا هنا موجود لكي أتعامل مع كل الشركاء ونرى كيف بإمكاننا أن نسرع من عملية التمويل. أنتم تحدثتم أيضا عن الكثير من المشاريع الناجحة التي عملت عليهم مؤسستكم للقيام بالاستثمارات المستقبلية. سوف أختتم معكم بعد أن أخذ رأيكم حول القطاع الخاص وكيف يمكن القطاع الخاص أن ينتقل من الوضع الحالي إلى التأقلم. أين هو التحدي؟ التأقلم أساسي. علينا أن نقوم بالكثير من عمليات التأقلم، لأن التأقلم الاستثماري يعني مكافحة الفقر. وبالطبع ماذا نعني بالتأقلم؟ التأقلم هو أن نتمكن من الزراعة في مناطق صحراوية، أن نتمكن من أن نوقف الهجرة. إذن التأقلم الاستثماري أساسي، ولابد أن نستثمر في هذا التأقلم. في السنوات المستقبلية سنواجه مشكلة كبيرة، شح المياه والوصول إلى المياه. تحدثنا عن التحول في الطاقة، ولكن تحديات كبيرة التي سنواجهها في السنوات القادمة هي الوصول إلى المياه، لأن المياه هي أساس لكل شيء. وأعتقد أن مؤتمر الأطراف كوب 28 الذي سيعقد سيعطينا فرصة لكي نتناقش بكل ما يتعلق بالتحول في الطاقة، استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وكيفية استخدام المياه بطريقة أفضل وبأكثر
أكثر كفاءة، ولكي نتمكن من أن ننظر إلى كل هذا في سياق الهجرة والصدمات التي نتعرض لها. في الختام فلنتحدث بإيجاز عن الفرص لكي نتمكن من أن نحقق النجاح كدول وعلى مستوى العالم إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، فإن الدول النامية عليها أن تقوم بخفض الانبعاثات على كافة المستويات. أين هو أفضل استثمار، وأين هي أفضل الفرص في القطاع الطاقة، المياه أو غيره؟ نحن بالطبع نعمل على منتج طوره البنك الدولي، وهو أداة تشخيص التغير المناخي، وبالتالي يمكن لكل دولة أن تحدد وضعها. ففي نهاية المطاف نحن سوف نعمل على تحديد الوضع في كل دولة. بعض الدول قد يكون عليها أن تستثمر في مثلا الهيدروجين الأخضر أو في نوع آخر من الطاقة، ففي نهاية المطاف الهدف هو تحقيق كفاءة الطاقة. سننتج الطاقة، وإذا لم نستخدمها بطريقة مبنية على الكفاءة لن نحقق الهدف. لذلك علينا أن نعطي الفرص للدول اليوم لكي تسرع في عملية التحول هذه، وأنا جد متفائل لأنه انطلاقا مما لاحظته فنحن لدينا تحولا عالميا، وهناك استثمار أكبر في التحول في الطاقة. ووكالة الطاقة الدولية كانت قد عملت على تقرير سوف يصدر خلال شهر يونيو، وسوف يتحدثون فيه عن دور القطاع الخاص، وسوف نتشارك معكم هذا التقرير بعد بضعة أشهر. ويسرنا أن نطلع على هذا التقرير بالطبع، وسوف نعرف نتائج هذا التقرير. نحن نعلم أن الفكرة الأساسية هنا هي أن نتمكن من أن نمضي قدما، وأن كل ما تقومون به سوف يساعد الجميع على المضي قدما. وأنتم اليوم هنا تشاركون في هذه القمة كأول خطوة لكم، شكرا لكم. أما الجلسة الثانية سوف تكون مع ريتشارد كويست، مع مدير العام لصندوق النقد الدولي. تكلمت وصعوبات وصول هذه المساعدات، تحديدا الحواجز التجارية التي قد تبرز. وقد ذكرنا الجميع بأن هذا النقاش ليس حكما على نخبة أو ليس محدودا، وهي مشكلة عارمة. ما هو الوضع حاليا في تركيا وسوريا، وكيف تتكيفون مع الوضع؟ شكرا لك ريتشارد. بداية كوالدة وكجدة يؤلمني فعلا أن أرى ما شهد كل من تأثر بهذه الأحداث، تحديدا الأطفال. بالنسبة إلى موضوع المساعدات ونقل المنتجات والخدمات، تحديدا في حالات الكوارث الطبيعية ستكون الحاجة ملحة لنقل هذه الخدمات والمنتجات بهدف تحقيق التعافي. في منظمة التجارة العالمية لدينا اتفاق لتيسير التجارة دخل حيز التنفيذ في عام 2017، والهدف من ذلك التخلص من المعوقات الدورية وتيسير عملية نقل المنتجات. وقد جرى تطبيق هذا الاتفاق بنسبة 75% على المستوى الأعضاء، وبالتالي هو مفيد ويساعدنا. إضافة إلى ذلك، في حزيران يونيو من العام الماضي أعضاء منظمة التجارة العالمية قد حرصوا على إزالة أي عوائق
قد تبرز خلال توفير المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي. لذلك أعتقد أن دول الأعضاء قد ارتقت إلى مصاف التحدي. هل أنتم بحاجة إلى ما هو أكثر من ذلك، إلى بروتوكول خاص لتقديم المساعدة في حالات معينة؟ عندما تعلنون مثلا حالة الطوارئ على مستوى المساعدات، هل يجب التطبيق ربما إجراءات جديدة؟ تعجبني هذه الفكرة ريتشارد، يمكننا ربما أن نفكر في ذلك. لدينا بعض الإجراءات الموجودة، لكن هل يجري تشغيلها وتفعيلها بشكل تلقائي؟ ربما عندما تحصل كارثة يعلن المعنيون تفعيل هذه الإجراءات الخاصة. نعم، لما لا؟ الأعضاء لم يتفقوا بعد على ذلك، لكن ربما نحقق الأمر قبل أن نتقاعد ربما. نعم، قبل ذلك بكثير. فأمامك طريق طويل. هذا لطف منك سيدتي. بالحديث عن الأجندة التجارية، اليوم هي أهم أي وقت مضى. فيما نخرج من حقبة الجائحة، أتساءل برأيك سيدتي، ما هو العمل الأساسي الذي يجدر بنا أن نتقنه لكي نحقق انتعاشة إيجابية؟ ريتشارد، فيما نخرج من حقبة الجائحة تطرح أمامنا الكثير من التحديات. استمعنا للبروفيسور شواب سابقا وقال إننا نسعى إلى التعامل مع أزمات متعددة، الحرب المستمرة في أوكرانيا والهزة الأرضية في تركيا، مشاكل تغير المناخ والآثار محض عن ذلك في مناطق عدة في العالم. وعلى الرغم من أن الجائحة قد اضمحلت، لكن المخاوف بشأنها لم تزل تماما، وكل ذلك قد ألقى بظلاله على موضوع التجارة. بحسب التوقعات في هذا العام 2023 سنشهد على نمو في تبادل البضائع ب 1%، وهو تراجع ب 3% من العام الماضي. الأثر على المستوى التجاري مؤكد، لكن مع ذلك يبدو أن بصيص الأمل أمامنا. في العام الماضي عرفتم ربما طفرة صغيرة، ومن ثم شاهدنا على تباطؤ اقتصادي عالمي، لكن هل من حاجة لمعالجة شيء هيكلي؟ أعتقد أننا قد رصدنا بعض مواطن الضعف والهشاشة الهيكلية، وهذا يتعلق بطريقة تنظيم سلاسل الإمداد. عندما نتحدث عن التجارة تحقيقا لمزيد من القدرة على مواجهة الصدمات في المستقبل، تعلمنا الكثير من الجائحة ومن الحرب والأزمات العالمية، فرأينا أن بعض سلاسل الإمداد قد كانت ضعيفة ومعرضة أكثر من غيرها تحديدا، وأن 80% من اللقاحات قد استحوذت عليها بلدان قليلة، وأشبه الموصلات قد صنعت في بلد أو بلدين وباتت نادرة، حتى أن الأغذية والأسمدة المتأتية من البحر الأسود قد ندرت. لذلك في المستقبل لابد وأن نفكر في تحقيق قدرة أكبر على مواجهة الصدمات على مستوى سلاسل الإمداد هذه. ربما ما يجدر بنا أن نركز عليه هو العمل على الإنتاج المحلي، وربما الاعتماد على الشبكات المقاربة لنا، لا نعتمد على شبكات بعيدة قد تخذلنا يوما ما. هذا ما نحتاجه، ربما أجندة قائمة على تنمية سلاسل الإمداد، وإلا قد نجد أنفسنا في وضع مشابه. أعتقد أنني أختلف معك في رأي ريتشارد. رأينا بعد ذلك يحدث في الماضي، لكن ربما يمكننا أن نفعل ما هو أفضل مما حصل. فإذا ما اعتمدنا على الأصدقاء، رأينا في عالمنا الصعب أن صديق اليوم قد لا يكون صديق الغد. من هو الصديق بالمعنى المطلق؟ لابد وأن نرى ما هي البلدان المختلفة في العالم المستعدة لاستقبال هذا النشاط التجاري، وأن نعمل على
تنويع الامدادات الطاقية لا يقتصر الامر على الاعتماد مثلا على الصين وبلد اخر، الصين وبنغلاديش، لكن لابد وان نركز مثلا على بلدان عدة، ربما بنغلاديش، السعودية في هذه المنطقة، وبلدان افريقية مستعدة لتقبل هذا النشاط، والنشاط يزدهر كذلك في المغرب، وهنا تطول القائمة. لذلك لما لا نعمل على بناء القدرة على مشاهدة الصدمات على المستوى المحلي بدل النظر فقط في الحلول المشاورة؟ لك عندما يتعلق الأمر بنشاط حرج على مستوى الاقتصاد الوطني لابد وأن يبقى ربما على المستوى المحلي. فبعض البلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية قد تيقنت أنها تواجه قصورا حادا على مستوى بعض التقنيات الإنتاجية حتى بالنسبة إلى أوراق التواليت. صحيح بعض البلدان تيقن أن بعض السلع أساسي بالنسبة إلى أمنها وهي تعمل على توطين هذه القطاعات، لكن العمل على تعزيز القدرة على الصمود على المستوى العالمي أكثر أمنا. فإذا ما حصل حدث مناخي على مستوى البلد المحدد وأضر بقدرتكم الإنتاجية وأنتم تعولون على نفسكم فقط، ما الذي سيحل بكم؟ ريتشارد، على الرغم مما يقال والأثر الذي طرأ على المستوى التجاري، الوقع على الأرض تظهر قدرة كبيرة على الصمود بالنسبة إلى أنظمة التبادل التجاري المتعدد الأطراف. لقد وصلت إلى منتصف ولاياتك أليس كذلك؟ وما الذي تنوين أن تفعليه في المنتصف الثاني؟ أولا أود أن أعتمد على ما تحقق من نجاح في نصف الولاية الأولى، ولذلك أنا ممتنة لأعضاء المنظمة، فقد تمكنا من الانعتاق من عقد حيث لم يكن من الممكن أن نتوصل إلى اتفاق متعددة الأطراف. في حزيران يونيو تمكنا من التوصل إلى اتفاق أول متعدد الأطراف لشأن الاستدامة في منظمة التجارة العالمية. كان لابد لكم أن تحبسوهم جميعا، أي كل أعضاء في قاعة واحدة، وحرمتهم من الطعام إلى أن يتوصلوا إلى اتفاق، أليس كذلك؟ توصلنا في الواقع إلى هذا الاتفاق الذي يتعلق بدعم لأنشطة الصيد الضارة، ما يؤدي إلى عمليات الصيد غير القانونية وغير المشروعة، وقد تم التفاوض على ذلك على مر عقدين، وذلك بقيمة 22 مليار دولار، وتوصلنا إلى اتفاق بشأن الأمن الغذائي لمساعدة منظمات أو برنامج الأغذية العالمي لتوفير الغذاء لملايين الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي في العالم. هذا بعض من الأمثلة. تتمكن من الاعتماد على هذه الإنجازات، ونحن ننوي أن نعمل على التفاوض على مجموعة تالية من الدعم للصيد وكذلك تبادلات تجارية في ما يتعلق بالدعم الزراعي بقيمة 500 مليار دولار، وهي تذهب في الاتجاه الخطأ. لابد أن ننظر في هذه السبيل لنرى كيف أن الأمر يؤدي إلى تشوه الممارسات التجارية، وكيف يمكن لنا أن نعزز الأمن الغذائي على هذا المستوى، وأن نجد نظاما لتسوية المنازعات. تسوية المنازعات مصطلح أساسي هنا، يمكن للكثير من البلدان أن تلجأ إلى منظماتكم إن كان لديكم وقتا طويلا، قد تعيشون حياة كاملة قبل أن تصلون إلى نتيجة في النظام الخاص لتسوية المنازعات. نعم، ولذلك هو بحاجة إلى إصلاح، وهو المكان الوحيد الذي يمكن للبلدان المختلفة أن تمثل أمامنا وأن تحظى بالصوت المطلوب لكي تتحدث عن مشاكلها. لكن بالطبع لابد وأن نصلح هذا النظام وأن نجعله أكثر سرعة. في حزيران يونيو حصلنا على وعد بأننا سنصلحه في عام 2024 ونحن في منتصف الطريق. الولايات المتحدة الأمريكية أرادت أن تصلح هذا المسار الخاص بتسوية المنازعات على مر عقود. هل يمكننا أن نقول أن إصلاح
ولا حاجة للقلق سيدتي، لكن يمكننا أن نقول أن إصلاح تسوية المنازعات أولوية بالنسبة إليكم وما تبقى لكم من ولاية بالتأكيد، وأنا آمل أن نتمكن من تحقيق ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية حاليا تدير النقاشات على مستوى تقني في منظمتنا للإطلاع على آراء الأعضاء الآخرين بشأن إصلاح هذا النظام. الأمر لا يتعلق فقط بانشغالات الولايات المتحدة الأمريكية، البلدان النامية تحديدا الأقل نموا تجد صعوبة في الوصول إلى هذا النظام وهو مكلف عليها، فكيف نصلح النظام لكي نراعي الانشغالات كافة ليس تلك الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي فحسب، كذلك البلدان الفقيرة، فهذا هدف بالنسبة إلي. عاما وفقا القدير خلق العالم في 7 أيام، فأما أنت لديك عامين لإتمام هذه المهام. ربما سؤال شخصي، عندما نتحدث عن القدرة لرأس مالك السياسي وقدرتك على دفع هذه الأجندة إلى الأمام وتضعيها ضمن أولوياتك، هل تستطيعين فعل ذلك؟ أأمل ذلك. المهمة لن تكون سهلة، ولكنني أعتقد بأن 99% من أعضاء منظمة التجارة العالمية يرغبون بإصلاح النظام، وحالما نستطيع شحن تلك الرغبة بالتحول والإصلاح فأعتقد بأننا نستطيع أن ننجز هذه المهمة. أنا لست مبالغة في تفاؤلي، ولكنني متفائلة في طبيعتي، ولكن الشخص إذا لم يكن متفائلا أو شغوفا فلن يحقق شيئا. أعتقد بأن التفاؤل والشغف هو الأسلوب المثالي لأقول لك شكرا